قبل ما ماكدونالدز ترفع الاسعار بكام يوم كده، رحت هناك وجربت الفطار والحمد لله اني لحقت اجرب قبل ما الاسعار تزيد. يلا نشوف طلبت ايه. طلبت تشيكن ماك موفن وراب بيض بالجبنه وراب بيض بالسوسج وهاش براونز. اي سندوتش بتطلبوه بيجي معاه عصير برتقال او امريكان كوفي. الهاش براونز هي عباره عن بطاطس معموله بطريقه معينه، طعمها حلو قوي، طريه من جوه ومقرمشه من بره، بس عيبها ان هي شربة زيت. نيجي للبيض بالسوسج. هو الساندوتش بيكون فيه سوسيس او سجق وبيض وجبنه شيدر سايحه. السجق او السوسيس اللي في الساندوتش مختلف شويه عن الموجود في السوق، بس هو طعمه حلو وتقريبا ماكدونالدز بتصنعه بنفسها. التشيكن ماك مافن عباره عن فراخ شبه الناجتس شويه، عليها جبنه شيدر ومايونيز وخس. واخر ساندوتش هو راب البيض بالجبنه وبيكون فيه تركي، والحمد لله لحقت اصوره قبل ما يتاكل. عجبني عصير البرتقال لانه طبيعي ومش عليه اي سكر.